طيب دي فقرتنا الثالثه في تغطيتنا الموسعه النهارده، وزي ما قلنا لحضراتكم ان احنا كل فتره بنفاجئ باخبار من نوعيه ضبط سحر واعمال دجل وشعوذه في المقابر، لما بتنزل وزاره الاوقاف في حملات تنظيف لهذه المقابر، او لما اهالي القرى المختلفه بيقرروا ان هم ينظفوا المقابر فبيجدوا اعمال سحر ودجل وحاجات من نوع ان احنا نفرق حبيب عن حبيب او اسره عن اسره او حد بيطلب انه ربنا يفقر حد او يمرض حد. حقيقه الحاجات دي ايه؟ ويمكن الصور والفيديوهات اللي بنشوفها بتكون فيها نوع من الازعاج، يعني هي بتبقى بصراحه الحقيقه مزعجه جدا، لانه في ناس بتخاف انه ده يصيبها بضرر بشكل حقيقي، وفي ناس بتبقى متخيله انه هذه الامور حقيقيه وتقدر ان هي تنفع او تضر حسب طلب اللي قام بهذا الفعل. لكن عشان نعرف بقى راي العلم وراي الشرع الحقيقي في هذه الامور، هل فعلا هي بتاثر ولا لا، هل هي فعلا مضره ولا لا، هنسمع هذه الرسالة المسجلة عشان حضراتكم تعرفوا الإجابة على السؤال، هل الحاجات دي لو اتعملت ضدي فعلا هتضرني أو تنفعني، ولو أنا عملتها ضد حد هل ممكن تحقق رغبتي ولا لا؟ نروح نسمع رأي الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الإسلام في مقامه الأول إنما ينشد مجتمعا فاضلا، مجتمعا سويا، مجتمعا صحيحا نفسيا وبدنيا. والإسلام من أجل الوصول إلى هذا المجتمع السوي نفسيا وبدنيا بلش من الأدوات ومن الأعمال ومن الأمور التي تساعد وتدشن لمثل هذا المجتمع. تأتي قضية السحر تلك التي يعني تغوص في عقول بعض المسلمين، أو نقول في عقول بعض الناس يتأثرون بها، وقد تودي مثل هذه الأعمال إلى وقف الإنتاج، إلى وقف الابتكارية، إلى وجود مجتمع خامل. لماذا؟ لأنه إذا ظهرت له مشكلة، إذا فسد منه شيء، إذا ضاع منه شيء، إذا ما حدث بينه وبين زوجته شيء، أو بينه وبين جيرانه أو في عمله، علقها على شماعة لا أصول لها، وشماعة واهية لا أعمدة لها لا مائية لها، فيروح للطبيب، والله الطبيب ده ما عشان هو مش عارف يشخصه كويس، الرجل ده ممكن يكون مسحور، او الرجل ده ملموس، الرجل ده عليه عفريت، الرجل ده راكب جن. الست اصلا قبل ما تتجوز جوزها هي اصلا ما كانتش بتحبه، مش عايزاه، كرهاه، لكن عشان نخليها تستمر بهذه الطريقه القميئه نقول اصلا معمول لها عمل ودوها لشيخ، وهكذا في امور كثيره من امور الناس يعلقون عدم معرفتهم، او ان صح التعبير يعلقون الجهل الذي يعيشون فيه على هذه الشماعه الواهيه. نعم السحر موجود، الا انه ليس كل مشكله، ليست كل مشكله تقع في اوساط الناس هي سحر او عمل او لمس او مس او ما شابه ذلك، وانما قد تكون ضربا كبيرا من ضروب الجهل وضروب التخلف. قضيه مثلا اللي انا واحد قال لي انت ممكن مثلا ده انت هتموت بكره، انا هقول لك عمل العمل ده هتموت بكره، اليس هذا هو ضرب من الخبل؟ الم يعلمنا الله اذا كنا مسلمين حقا، الم يعلمنا الله بان الامور تجري بقدر، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض، والله سبحانه وتعالى فصل الامور وابانها واجلاها في كل مناحي الحياة. فالقول بأن فلان قد يضر أو فلان أو قد ينفع هذا قدح في العقيدة، ولا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في موضع آخر ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك أو كما قال أو يضروك بشيء فلن يضروك ولن ينفعوك إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى عليك. فإحنا مش عايزين نقحم أنفسنا في مثل هذه الطرقات التي تفسد معيشنا وتؤخرنا عن الإنتاج والابتكارية في الحياة بحجة أن هذا موهوب، هذا مسحور، هذا به مس، هذا به كذا.
هذه كلها جهالات. ما من حركة مادية إلا وسببها عمل مادي. ما من حركة أو سكنة في الكون إلا وراءها دافع. يا أخي الكريم، المسألة كلها نقدر نقول زي الميكانيكا، السيارة اللي تتحرك إلا بدافع، وبدافع مادي لأنها مادة. أما عالم الترهات إن هذا يقتل بحجة أنه سحر، أو يعني زوجته تنفصل عنه أو مشاكل ذلك بزعم أنه سحر، لا، لابد أن نبحث في الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا أو إلى ذاك، ونعالجها معالجة. غيرنا يقيم المعاهد العلمية والأبحاث، وما من ظاهرة كبرت وعظمت أو صغرت أو حقرت إلا وهناك علماء متخصصون يبحثون المسألة ويذهبون هنا وهناك حتى يجدوا لها مخرجا وحلا. أما أن يعلقوها على كما يفعل الجهال على شماعة الوهم والتخيل، فهذا ضرب من العبث، والله أعلى وأعلم.